لو حضرتك تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين بشكل أكثر تفصيلا على الوضع الإنساني الحالي طبعا طبقا للتقارير الواردة من المنظمات الدولية. صباح الخير على حضرتك وعلى الأستاذ محمد وعلى كل السادة صباح المشاهدين. وفقا لكل التقارير الواردة، الوضع ما زال مأساوي داخل قطاع غزة. يعني وصلنا، يعني تخطينا أو نقترب الآن من 12500 شهيد. إسرائيل لا تزال تمارس نفس سياسة العقاب الجماعي. جميع الأهداف، يعني كل الأهداف المدنية داخل قطاع غزة هي هدف للقصف الإسرائيلي. إسرائيل لا تفرق، يعني خلاص، يعني بعد، احنا داخلين دلوقتي في اليوم، يعني خلينا على اليوم الخمسين، نقترب من اليوم الخمسين من هذا الصراع. كل المؤسسات المدنية، المستشفيات، خلاص يعني أمام العالم، يعني أمام كل دول العالم الآن. لم يعني إذا تم الحديث مرة أخرى عن فكرة احترام القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو ضرورة تجنب استهداف المدنيين، هذا الشجب وهذه الإدانة لم يعد لها أي موضع، يعني أي موقع من الإعراب الآن. يعني إسرائيل أمام كل العالم تقصف المستشفيات، تقتحم المستشفيات، يعني تقصف حتى مدارس الإيواء التابعة أو التي تشرف عليها منظمات دولية زي منظمة الأونروا. عشرات الشهداء لا زالوا يسقطون. نتحدث هنا عن، إذا كانت يعني بعض التقارير تتحدث عن إمكانية انتشار بعض الأوبئة، المياه يعني ملوثة، لأن إسرائيل يعني قصفت منذ على مدى أسبوعين محطات تحلية المياه. الوقود، حتى لو تم إدخال الوقود إلى داخل القطاع، لكن هذا الوقود حتى الآن لم يصل إلى شمال القطاع، وهو المنطقة التي تشهد العمليات العسكرية الأكبر للجيش الاحتلال.